مشاهدينا الافاضل السلام عليكم اليوم راحين راح نقدم لكم نبات او خضره عندها فوائد هائله ولكن قبل هذا حبيت نخبركم بان الحصه هذه مسجله يعني اننا ما ناخذ الاسئله في في اخر الحصه هذه فالرجاء ما اليوم وهذا شيء استثنائي العشبة أو النبات اللي راح نتكلموا عليها هي اليوم هي بما يسمى في على الأقل في الجزائر العاصمة القرنونش أو بعض الناس يسموها الرشاد خاصة في المشرق وعنده فوائد هائلة دي فالقرنونش هذا او الرشاد هذا القرنونش او الرشاد ينوض في المغرب الكبير ينوض في المشرق وطبعا في اوروبا ولكن يحب الماء كثير فالناس اللي يعرفوه يعرفوا باللي القرنونش يحب الماء كثير انا تكلمت مع كثير من الاخوه هنا مغاربه مشارقه وغالب الاحيان ما يعرفوش فالأسماء الاسماء اللي معروف بها هو مثلا في ضواحي الجزائر العاصمه هو القرنونش عملت بين قوسين فوق اللوحه هذه حبر رشاد لان الناس يعرفوا حبر رشاد لكن ما يعرفوش الرشاد نفسه في المشرق يسموه الرشاد ايضا ويسموه البقلة الفلسطينيين يعرفوه الفلسطينيين يعرفوه باسم البقلة لكن في هذا الحصة راحين دائما نعاود كلمة القرنونش وكلمة الرشاد حتى الناس كلها تفهم الرشاد هذا او القرنونش من عائلة خاصة تسمى عائلة البغاسيكا ولا لكروسيفير العائله هذه فيها الكرومبيت تكلمنا عليه فيه البروكلي ولا البروكولي بالفرنسيه فيه اللفت وفيه الرادي ويقولوا الناس الباحثين في المخابر بان عنده ماده خاصه اللي هي تنقص من مفعول الغده الدرقيه لكن هذه قضيه مخابر في الواقع ممكن الشيء يختلف ولهذا نتكلم عليه على هذا الميزة بتحذر الرشادة والقرنونش عنده أنواع كثيرة لكن اثنين منها هامة جدا هذا اللي يسموه بالفرنسوية كريسون دي فونتين ولا كريسون دو طبعا يحب الماء بزاف والاسم العلمي هو ناستور سيوم اوفيسيناليس ولا اوفيسينالي النوع الثاني هو لو كريسون الينوا اللي هو الرشاد وهذا هو كما نشوفوا من بعد اللي يعطينا حب رشاد اللي هو معروف في كل العالم العربي والمغاربي نبدأ بهذا لو كريسون دي فونتين الكراسون دي فونتان قلنا اسمه العلمي وهذه الاسماء العلميه هي اللي نفرزوا بها النباتات بدقه هو الاسم تاعو العلمي ناستورسيوم اوفيسينالي اوفيسيناليس الاوراق تاعو كما تشوفوا فيها صغيره ولينه عندي هنا نوع معاكم من هذا جبتم الحديقة تاعي اليوم الصباح نحيته فتشوفوا الأوراق تاعو كفا مديورة صغيرة جدا وممكن عندما نعمل لها هكذا نوجدها لينة جدا نرجع ليه فيما بعد عندما نتكلم على فلاحة الرشاد فالاوراق تاعو هذه لينا لكن عندما ناخذ ورقه وناكلها نجد منها حاره الناس اللي يستعملوا القرنونش في الشلاضه غالب الاحيان يعرفوا بانه حار كما تشوفوا يتباع ب هكذا ربطة صغيره هكذا في في الاسواق وهذا هو اللي غالب الاحيان موجود في الاسواق تاع المغرب الكبير انواع اخرى وريت لكم ثلاث انواع اخرى هنا الا ان موجوده انواع اخرى كثيره ما نقدرش ننورها كلها الا ان الانسان لابد يعرف بانه هنالك انواع كثيره ممكن الناس اللي موجودين في اوروبا وامريكا يعرفوا انواع غير هذه الانواع لو كريسون دي فونتين الرشاد هذا الموجود خاصة في أوروبا وعندنا لو كريسون ألينوا اللي هو يعطينا حب ارشاد حب ارشاد الحب الاحمر هذا معروف في كل مكان في العالم العربي لكن النبته تاعو هذه الخضراء مش معروفه نعرفوا حب ارشاد وندو به العجايز امي كانت تعالج به كل شاش بيعالجوا به لكن العشبه نفسها ما نستعملوهاش في الشلاظه، القرنوش اللي نستعملوه هو الكريسون دي فونتان اللي تكلمنا عليه قبل حين. فهذا القرنوش غالب الاحيان ينبت في الارض ويتحمل شويه مش جفاف لكن مش الماء بكثره، عكس الاخر. وقلنا هذا هو اللي يعطينا حب الرشاد حب الرشاد تعرفه كله عنده هذا اللون الأحمر وممكن الإنسان يغرسه ويعمل به الرشاد هذا اللي عنده الورق صغيرة بزاف المكونات نتاع حب الرشاد كثيرة جداً ونشوفوا فيه المعادن عدنا الفيتامينات هنا تقريبا تسعه لكن الفيتامينات اللي فيه تقريبا 14 على الاقل 14 فيتامين وهذا اللي خلى الناس ينظروا ليه العلماء الباحثين ينظروا ليه بقوه لان الجسم تاعنا واش يحتاج يحتاج المعادن يحتاج الفيتامينات اساسا وفيه مواد اخرى ايضا فنشوفوا فيه الفوسفور نسبه البوتاسيوم نسبة قويه جدا في 100 جرام عندنا 300 و4 ملي جرام اكبر كميه فيه يجي ثانيا الفوسفور وبعده يجي الكالسيوم والمغنيزيوم والكبريت والكبريت مهم جدا راح نشوفوه فيما بعد وبعد عندنا البور الحديد الحديد الثاني مهم جدا نفكروا دائما عندما نتكلم عن الحديد نفكروا في فقر الدم النحاس الزنك وما يشبه ذلك الفيتامينات عندنا الفيتامين سي البحث هذا يقول ان فيه 60 مليغرام في المئة 100 جرام نتاع القرنونش إلا أن هذا الدكتور لابراز والدكتور فاني يقولوا أن فيه 140 ميلي جرام ماهوش 60 جرام يعني تقريبا أكثر من الضعف الفيتامين أ قوية جدا والفيتامين أنا عارفها تساعدنا على صحة العيون وعلى المناعة هي في الحقيقة فيها لابرو فيتامين أ اللي ترجع ترجع فيتامين أ وحتى الفيتامين أ موجودة فيه عندنا الجروب نتاع الفيتامين بي تقريبا كلها موجوده الا الفيتامين بي 12 الفيتامين رقم 12 هذا المكونات نتاع القرنونش تاع الرشاد ومكونات اخرى فيه ايضا ما تكلمناش عليها كل هذه خلت الباحثين يفكروا بان هذا خضره فيها قوة غذائية وقوة طبية هائلة فسموه سوبر أليمون المأكولة الكبيرة الهائلة سموه أليمون ميديكامون غذاء دواء وكان هذا الانديس المؤشر هذا واسمه أندي أعطاه المرتبة الأولى في كل الخضر والفواكه المؤشر الأندي هذا وشنو؟ ANDI هو كلمة إنجليزية تعني aggregate nutrient density إندكس، يعني لانديس جلوبال دو densité nutritionale وألا وهو المؤشر العام لكثافة المغذيات في نبات أو في فاكهة. فهذا الـ الـ الاندي هذه مؤشر الاندي هو مكيال لكميه الم المعادن وكميه الفيتامينات وكميه بعض المواد الكيميائيه فيه طبيعيه بالنسبه لقوته الحراريه الكويرات الحراريه اللي يكونها كل ما تطلع المكونات المعادن والفيتامينات وتنزل النسبة الحرارية نتاع عشبة معينة كل ما المؤشر تاع الأندي يطلع المؤشر تاع الأندي هذا يبدا من صفر إلى ألف وكل ما نشوفه مثلا جل الخضر عندها مؤشر أو مكيال تاع أندي من 300 وطلع يعني قوية جدا يعني فيها مغذية جدا ولهذا لحينا في الماضي كثيرا على الخضر الخضر النية الخضراء يعني فوجد القرنونش أو الرشاد وجد بأنه من المأكولات أو من الخضر اللي عندها أكثر وجود من المعادن من الفيتامينات وأشياء أخرى ولهذا في المؤشر في ميكيال أندي أعطوا له نسبة ألف يعني أقصى ما ممكن يعطى في المكيال هذا لنبات ما وفي نفس الوقت وجد بين نقدر ناكل كثير منه الكالوري تاعو الكويرات الحراريه نسبتها ضئيله جدا ضعيفه مثلا عندنا القرنوش عندما يكون مطبوخ مطبوخ في الماء ولا مفور عدوا بعض الخصائص وجدوا فيه ان كثافة الكويرات الحراريه قليله جدا يعني 0.2 على 9 وجدوا بان هو مشبع يعني يأكل منه الانسان يحس بالشبع يعني عنده نسبة قوية جدا وهي خمسة على خمسة يشبع الإنسان ولهذا ممكن إذا كليناه ما نكلوش كثير الماكلة الأخرى لأن نحسه بالشبع في نفس الوقت بيطلعش السكر كثير في الدم النسبة تاعه 15 على 100 وتسعة يعني السكر عندما نأكله السكر ما يطلع لنا كثير في الدم وعنده لا شارج جليسيميك هذيك اللي هي مؤشر اخر ما ندخلوش فيه تكلمنا عليه في الماضي هو شويه تقني ال لا شارج جليسيميك هذه صفر على 100 يعني يعاكس السكر ولهذا نشوفه فيما بعد هو مليح بزاف استعماله في قضايا مرض السكر لا دونسيتي نيوتريشيونيل ايت لان عنده فيتامينات كثيره وعنده معادن كثيره ومواد اخرى فالنسبه نسبه التغذيه تغذيه الانسان بطريقه القرنونش هي 37.5 على 263 يعني عنده نسبه هائله في تغذيه الانسان بوفوار انتي اوكسيدون عنده قوه قوة ضد الأكسدة اللي هي تقريب الخمس من المؤشر الأقصى في في المكيال يعني عنده عشرة ثمانية إلى خمسين اللي هو الخمس نسبة لبس بها عنده نسبة الأوميجا ثلاثة والأوميغا ستة اللي هما الآن العلم الحديث في التغذية يقول أنهم هم أهم شيء ولو ممكن من على 10 سنين يوجدوا اشياء اخرى مهمه الاوميجا 3 والاوميجا 6 هذو لي 3 لي 6 النسبه تاعهم تقريبا متوازنه وهذا دليل على ان الغذاء هذا الماكوله هذه تغذي الانسان بصفه قويه فنسبه 1.3 على 5 تقريب تقريبا النص فهذه مؤشرات تعطينا دليل على ان القرنونش الني في قوه كبيره اللي يكون خضر ماشي طايب وكي يكون طايب القوه تاعو ما ما تروحش فيبقى مغذي قوي تاريخيا القرنونش هذا او الرشاد كان ايبوكرات هذا وبالانجليزيه هيبوكريتيز اللي هو يعتبر الان آب الطب الغربي كان يعالج المرضى تاعو وهذا الاب هذا عنده اهميه كثير, كثير كبيره في الطب الحديث الغربي الا ان عندما ناتوا للنباتات واش يقول إيبوكات هذا ما ياخذوش بعين الاعتبار آه لان ايضا هو تكلمنا في الماضي قلنا يقول ليكون غذاؤك دواؤك وليكون دواؤك غذاؤك لكن الان تقريبا الطب الحديث يامن بالكيمياويات والتغذيه خلها جانبا الان فيه تحولات او آه رجوع الى التغذيه آه ملحوظ حتى في الطب الغربي هذا القرنونش كان موجود طبيا وغذائيا إلى تمام القرن التاسع عشر لكن في هذا الوقت الطب الغربي الحديث الكيميائي هذا بدأ يطلع وكل الأشياء اللي كانت طبيعية رجعت إلى الوراء فكعلاج انتهى مع القرن التاسع عشر لكن الآن بدأ مع هذا الرجوع للطبيعة خاصة في الغرب بدأ القرنونش يرجع وياخذ مكانته الطبيه فما هي خصوصيات هذا الخضره هذه اللي هي القرنونش عندنا على اليسار الالفاظ اللي موجوده اون ايتاليك يعني بخط رقيق هكذا معوج وعندنا على اليمين الخصوصيات اللي هي بخط مستقيم آه هذه اللي بخط ايطالي يعني هي اللي اكثر آه فعاليه في هذا آه في في القرنونش او في الرشاد مثلا آه عنده مفعول تونيك تونيك يعني منشط يقوي الانسان ينشطه غومينيراليزون يعني يعطينا المعادن احنا شفنا فيه معادن كثيره وقويه وعندما الانسان يكون تعبان يكون فشلان المعادن هذه تعاود تعطي له الحيويه تعاود تغذي كل الخلايا نتاعنا انتي تكلمنا على الحديد ولكن كاين مغذيات اخرى فيه اللي هي تكافح فقر الدم عند الانسان ولهذا الناس اللي عندهم الانيمي ممكن ياكلوا منه كثير ديبيراتيف ديبيراتيف تكلمنا عنها في الماضي يعني يطهر كل الجسم يطهر الخلايا تاعنا داخليا وبعد الخصوصيه نتاعو اللي هي ديوريتيك يعني تخرج هذاك التطهير السموم اللي تكون طهرت تخرجت من الخلايا تاعنا تخرج الى سي ليليميناسيون لا دي اس سي تخرج من الجسم تاعنا من المخرجين نرجع للخصوصيات اللي هي على اليمين استوماشيك يعاون كثير على الهضم اكسبيكتورون يخرج لنا النخمه هذه اللي تكون في الجهاز التنفسي سودوريفيك يعني انه يكون العرق وعندما يخرج من العرق تخرج الجراثيم والسموم ايضا من الجسم تاع الانسان. دغينوغ دو لاغات الطحال هذا ينقيه داخليا وحنا نعرفوا الطحال هو عضو قوي جدا في المناعه تاع الانسان، فاذا كان السموم متراكمه كثير في في الطحال في لاغات المناعه تاعنا ما تكونش قويه، فالقرنونش او الرشاد يطهر اللغات وبالتالي المناعه تاعنا تطلع كما نشوفوا يعني نتيجه لهذا المناعه تاع الانسان تتقوى عند الناس اللي ياكلوا القانونش بزاف طبعا عندما يخرج لنا السموم يطهر الجسم تاعنا السموم تمشي ايضا من الجلد تاع الانسان والبشره تاع الانسان تظهر صافيه انتي يعني انه يكافح الروماتيزم كيف لان السموم حنا الان في منظور الطب الطبيعي نتاعنا هذا الروماتيزم ما ندخلوش عليه بليزونتي انفلاماتوار بالادويه المضاده للالتهابات بل نطهروا الجسم تاع الانسان حتى السموم اللي تكون موجوده في كل المفاصل تزول عندما تزول السموم هذا مشاكل الروماتيزم تبدا تحبط تكلمنا عليه عده مرات في الماضي ونطلب من الاخوه اللي حبوا يتكلموا على الروماتيزم ولا يروحوا يشوفوا الحصص الماضيه في يوتيوب انتي دولار يعني القرنونش يكافح الالم في الانسان انتالجيك يعني ينقص كثير من الالام بصفه عامه وفي نفس الوقت الالام نتاع العضلات تاع لي يعني سي الي أنتي ميالجيك ميالجيك انتي ميالجيك يعني الالام اللي تجي في عضلات الانسان في لي ميسك انتي الالام اللي تكون بسبب الاعصاب بعض الاحيان الاعصاب تتأثر وبالأخص في وجه الانسان عرقلاسة مثلا فالقرنونش من فوائده انه يكافح الالام بعض الأشياء اللي عالجها الجنونش هو لاستيني لاستيني هو التعب الكبير هذا اللي يكون عند الإنسان من الاستخاس من الإرهاق وإلا مرض جاء الإنسان وإلا إنسان ما يأكل مليح ف. التعب هذا ينحي على الانسان التوبركولوز الباحثين كثير من الاطباء يقولوا انه يساعد في علاج مرض السل لي بيليار لكالكول غينوثان. يساعد على ازاله ذوبان الحجر في في الكلى في لا وتكلمنا ايضا على مرض السكر ورينا قبل لحظات بانه فيه مواد اللي تكافح مرض السكر وهو ينزل نسبة السكر العاكس فما يخليش السكر يطلع في الدم كانسير مهم جدا للسرطان كما سنرى بعد حين هذه الخصوصيات القوية الأمراض اللي يعالجها القرنونش بقوة الامراض الاخرى هو يساعد الانسان اللي يكون ما, ما شهيه الاكل يرجع له الشهيه الانيمي كما فقر الدم يساعد على اعاده الكويرات الحمراء في الدم يدخل الحديد في الخلايا نتاعنا لي كل امراض الكبد ثاني يساعد عليها امراض الجهاز التنفسي امراض الجلد كالاكزيما الجرب والبسوريازيس مثلا وقلنا اونتي يعني يعالج الروماتيزم في كل جسم الانسان لي زافيكسيون كل مشاكل الجهاز البولي يعالجها خاصة حجز البول يعني الإنسان اللي ما يقدرش يتبول وعندما البول يحرق الإنسان فهذه بصفة عامة بصفة عامة يعالجها القرنونش او الرشاد في اشياء اخرى ليميغران الانسان اللي ممكن يعمل يصوم صيام علاجي وياخذ ما ياخذ الا عصير تاع هذا يشوف بان التطهير تاع الجسم هذا كي نحلوا ليميغران نحلو الام اخرى يعني تقريب اون باناسي كما يقولوا علاج لكل شيء انتي ديابيتيك خصصنا له الاخر تكلمنا عليه لكن خصصنا له لوحه غير باه ناكدوا على كيف يعمل كيف يكون مفعوله ضد مرض السكر فهو يقولوا تروب ميكست يعني يقوي الغدد اللي تفرغ لي زورمون الهرمونات تاعها داخليا لي غلوند كيما الانسولين والانسولين هي اللي تعكس السكر و لي ويقوي لي غلوند هي اللي تخرج الحامض خارجيا للجهاز الهضمي باش كي ناكلو الماكله تنهضم مليح هذا من جهه من جهه ثانيه عنده مفعول ايبوغليسيميون يعني السكر يكون متواجد في الدم ينقص منه فالانسان عندما ياكل القرنونش يوميا راح دائما يكافح مرض السكر واذا كان السكر تاعو مرتفع دائما يبقى يحبط من يعني راح يساعد الادويه اللي ياخذوها الناس لمرض السكر اكسيون انتي كانسير دو كريسون مفعول ضد السرطان وهنايا راح ناخذ شوي وقت لي لان الناس انا عارف راح يبداو يكلموني ويطلبوا في توضيحات راح نعطيك كل التوضيحات هنايا والحدود اللي ممكن نتكلم فيها على السرطان في كانت بحوثات كثيره في الربعينات وكان الناس اطباء عالجوا السرطانات بطرق اخرى غير هذا نتكلم عليهم في يومين ما في يوم اخر الا ان في سنه 60 هذا البروفيسور ليون بيني في فرنسا عمل تجارب في المخبر وقبض مستخلصات من الـ من القرنونش من الرشاد ديزيكستخي ودارهم بتشكا للفيران والفيران هذو كان دخل فيهم خلايا سرطانيه يعني سرطانهم قبل ما يستعمل بهم ف لاحظ بان القرنونش هذا الزيكستري تاع القرنونش او الرشاد يوقفوا يحبسوا انتشار الخلايا السرطانيه هذه في سنه 60 من هذاك الوقت الى يومنا هذا كان دراسات كثيره كما تشوفوا اللي أكدت واش قال البروفيسور ليون بيني وجامعات كثيرة في العالم درست فوائد القرنونش أو الرشاد في مخابرها كيف يعمل بصفة عامة وبصفة سهلة نقول بأن القرنونش فيه مادة معينة واسمها جليكوسينولات هذه الجليكوسينولات هي تقريبا الكبريت نتاعو احنا قلنا الكبريت موجود في اه اشياء اخرى دونك نرجعوا الا ان واسمه ديريفي ديريفي هذا الكبريت اسمه الغليكوسينولات سي دي هذا وفيه ثانيا واحد الانزيم واسمها لا هذا ميروزيناز عندما نقبض مثلا الورقه ونحركها او نمزخها الإنزيم هذه لاميروزيناز تخرج عندما تخرج الجليكوسينولات هذو لي يتغيروا الانزيم هذه تغيرهم وترجعهم ايزوثيوسيانات هذو هم اللي عندهم هذاك الذوق الحار وهذوك اللي عندهم مفعول ضد السرطان عندما يتحول الجليكوسينولات الى ايزوثيوسيانات إيزوتيوسيانات راح يكون فتحوا الباب لمكافحه الخلايا السرطانيه وهذه ما وجدت البحوث اللي راح نشوفوها البحث الاول من بحوث كثيره اخترت تقريبا سنين هنايا كان هذا البحث نتاع جامعه لوستير هي ايرلندا الشماليه هنايا في 2007 وهذه البحث كان تحت رعاية البروفيسور إيون إيون رولاند إيون رولاند اختار فيها 30 رجل و30 امرأة صحاح وفي بين هذه 30 امرأة و30 رجل كاين 30 منهم اللي هما كانوا يتكيفوا كانوا يدخنوا كثير ف بعد صيام تقريب ثلاث ايام صيام علاجي طبعا بيكون تطهير الجسم الجسم مطهر وناشط اعطى للناس هذو تقريب 80 جرام من القرنونش الني الاخضر كيما هكذا كيما راه هذا 80 جرام ياكلوه كل يوم لمده ثمان اسابيع وفي نفس الوقت ياكلوا الماكله تاعهم العاديه واش وجدوا يقولوا بان وجدوا بان القرنونش يوقف هذا التكسير لاديان تكسير لاديان نتاع الخلايا الدمويه عندما تكون الأكسدة هذه تغير الديان تاع الخلايا الدموية فوجدوا بأن القرنونش يوقف هذا التكسير وبالتالي يقلل من تحول الخلايا هذه إلى سرطانات فالتحول هذا هو اللي غالب الأحيان يقولوا بأنه هو الشيء الكبير اللي يؤدي الى السرطانات فوجدوا بان الجنونش يوقف هذا الاكسده والشيء الثاني وجدوا بان الكميه تاع 80 جرام ولا تقريبا مخفيه صغيره تاع في النهار تعاون الخلايا تقوي تزيد في قوة الخلايا الخلايا الدموية باش تعاكس هذا الأكسدة الأكسيداسيون باش الخلايا ما ترجع السرطانية فمن جهة يوقف الأكسدة ومن جهة يقوي الخلايا نتاعنا باش تكافح الأكسدة quest professeur Rowland Nos conclusions sont hautement significatives. On a ça Les études des populations ont montré des liens entre l'ingestion des légumes de la famille des crucifères, cest le L'ingestion des légumes de la famille des crucifères, comme le cresson, est la réduction du risque de nombreux cancers. Les résultats soutiennent la théorie selon laquelle la consommation du cresson est en rapport avec un risque global réduit de cancer dans divers sites du corps. La nature du groupe d'études signifie également que les résultats

القرنون كثير ويأكلوا الكرومبيط ويأكلوا الرادي ويأكلوا البروكولي العادة هذه تنقص من السرطانات عند الناس هذو ويقول بان هذا القضيه ماهيش قضيه مخبر فقط ولكن ممكن يطبقها الانسان على الناس اللي يأكلون ماكله عاديه، طبعا ماكله ماهيش مسمومه وياكلوا معها القرنونوش، فكل الناس هذو ينقصوا من احتمال وجود سرطان او خروج سرطان. الدراسه الثانيه هي تاع ليكول دو ميديسين تاع ساوثهامبتون جنرال هوسبيتال المستشفى المركزي في ساوثهامبتون هنا في جنوب بريطانيا هذه الدراسه كان متراسها البروفيسور جراهام باكم جراهام باكام اللي هو مختص سرطان في جامعه ساوثهامبتون واللي عمل الدراسه هذا مع باحثه في علم التغذيه اللي هو اسمها بابرا باري باربارا باري. وش عملت هذه الدراسه؟ الدراسه هذه قبضت عدد من النساء اللي كان عندهم سرطان الثدي واللي كانوا اون ريميسيون، كانوا تقريبا شبه براو. هذا النساء كانوا يعملوا يعمل لهم صيام علاجي، يعني غير بالماء لمده اربع ايام، خمس ايام هكذا، وبعد يعطوا لهم كما عملت جامعه لولستير في 2007 هذا هذه جت في الـ في في 2012 تقريبا بداوا يعطوا لهم 80 جرام من القرنونش او الرشاد فما هي الخلاصه اللي وصلوا لها النتيجه اللي وصلوا لها هو ان القرنونش او الرشاد يحبس السرطان بواسطه اللي يسموها لونجيوجينيز النجيوجينيز هو نعرفوا عندما تبدا خلايا السرطانيه تكون شرايين جدد باش تجيب الدم باش تغذي نفسها فوجدوا بان السرطان يوقف هذا فعندما تتوقف لنجيوجينيز سرطان آه عفوا الجنونش او الرشاد يوقف هذا لنجيوجينيز ما الدم يروح للخلايا آه السرطانيه واذا تدمر حلهاش الخليه السرطانيه ما تبقى في الجسم تموت وبهذه الطريقه القرنونش يكافح السرطان هذا نيكولا بيرون اللي هو تابع للجامعه طبيب نيكولا نيكولا بيرون يقول هكذا Des années durant, les scientifiques ont cherché à trouver des agents anti-angiogenèse parce que si on arrive à couper l'alimentation en sang des tumeurs, on peut tuer le cancer. Et il paraît que le cresson peut faire cela. Le euh, docteur Nico, Nicolas Perricone il dit que les chercheurs, pendant des années, ont cherché des produits qui pourraient interdire l'utilisation de la douleur de la douleur de la douleur par les cellules saratonines. وإذا عملنا هذا سنقتل نقتلوا السرطان إذا قدرنا نوجد مواد ويقول لك الآن يبدو يظهر بأن القرنونش أو الرشاد يعمل هذا المفعول يعني يوقف انتقال الدم من جسم التانى الى الخلايا السرطانيه وهذا هذه بحوث كبيره فيها بحوث اخرى كثيره جدا هنا ما جيناش هنا درس في الطب ولهذا تكلمنا بصفه عامه للعامه وحتى بعض الاطباء ممكن يستفادوا من هذا لكن قضية القرنونش قرنونش هو أكل هو خضرة عند البروفيسور باكم هذا اللي ترأس البحث هذا بدأ يفكر في القضية وش يقول يقول كونت فاكتور دو ريسك دو اوبجيكتيف كلي معرفة العوامل اللي تؤدي الإنسان للسرطان هي مهمة جدا بالنسبة لنا إلى زيت ودراسة عادات الأكل عند الناس هي جزء لا يتجزأ من معرفة العوامل للسرطان يعني لابد إذا نفهم نفهموا السرطان كيف يبدأ لابد ندرس دراسة المأكولات التي يأكلها الإنسان أو طريقة الأكل أو المواد التي يأكلها الإنسان فيقول سوبوندون Relativement peu de travail est consacré au lien entre les aliments que nous mangeons et le développement du cancer. Il c'est sûr que malheureusement, il y a des études qui cherchent à étudier la relation entre le cancer et les وهذا المشكل الكبير لأننا نعرف الان ان كما قالت هذه الوورلد كانسر ريسيرش فوند لا كاس دو ريشيرش لا مونديال دو ريشيرش سور لو cancer اللي هي موجوده هنا في بريطانيا تقول بان بين 30 و 40 بالمئة من السرطانات سببها هو الأكل يعني سوء الأكل أو الأكل كثير أو الأكل الملوث فيه كما قلنا دراسات أخرى كثيرة اللي تكلمت على أهمية الرشاد أو القرنونش في مكافحة السرطان تكلمنا على البروفيسور باكم اللي في دراسته تكلموا على إمكانية استعمال الرشاد أو القرنونش في سرطان الثدي وفيها دراسات اخرى اللي توري بان هذه الماده لزيزو تيو في القرنونش كيف هذه الماده تكافح سرطان الكولون وسرطان البروستات وسرطان اخرى سرطانات اخرى لكن الى يومنا هذا ما شفناش ادويه عملتها بعض الشركات اللي اساسها القوي هو الكرنونش او الرشاد ما عملوناش ادويه في هذه الطريقة في هذا المجال ولهذا الناس اللي يحبوا يعدلوا طريقه حياتهم ويحبوا يتفادوا السرطانات ياكلوا من الكرنونش كثير ولا ما عرفوش ولا ممكن ينبتوه حتى في دارهم ينبتوه كما نشوفوا فيما بعد في المطبخ في في السطح في الحديقه في كل مكان هذا انا جبت اليوم نحيته من حديقتي ونشوفوا بعد حين صور أه سال الحال نبته في الماء ندير له غير شويه تراب أه يعني هذا الدراسه واش تقول لنا كما قلنا تقول لنا بان القرنونش هذا مليح ناكلوه بكل أنواع، كاين انواع كثيره كلها عندها تقريبا نفس الفوائد ضد الامراض كلها وخاصه ضد السرطان وان القرنونش هذا ممكن ناكلوه بطرق مختلفه ناكلوه في الشلاطه نديروا له كما نشوفوا في المعد نبتوه كي يبدا ينبت شويه يدير تاعو نزيدوه في الشلاطه نزيدوه في الجواز في الشوربه نعملوا به بيون نقدروا نستعملوه كعصير كما راح نشوفه لكن هذا في متناول للجميع ما يقدرش الانسان يقول لك والله انا ما نعرفش منين نجيبه الزريعة ممكن هذه يمدها لهذا ونا وكل واحد يقدر يغرسها دوك نشوفوا كيف تنغرس هذا فبالطريقة هذه ممكن الإنسان يتفادى كثير من الأمراض وحتى السرطان لكن حبيتنا نعطي تحذير للناس الجنونش او الرشاد عنده فوائد ضد امراض كثيره ومنها السرطان لكن من حبش الاخوه ياخذوا هذا الناس اللي مصابين بهذا المرض يحبوا ياخذوا هذا كعلاج واحد علاج وحده بدون ما ياخذ بعين الاعتبار العلاجات الاخرى اللي موجوده يا اما في المستشفيات والا العلاجات اللي اختاروها هما حتى في الطب البديل احنا عندنا في الطب الطبيعي نتاعنا هذا اللي ساند سيندروم لان بالنسبه لنا السرطان ماهوش ماهوش هو المشكل المشكل راه وراء السرطان فالإنسان اللي عنده هذا المرض لابد أن يعالج في إطار اللي نسموه الإنسان الكلي هذا لا ميديسين دو لوم توتال يعني السرطان بالنسبة لنا هو هذاك الضوء الأحمر اللي يشعل لنا عندما نكون في السيارة ويكون خلل في المحرك الخلل ماهوش هوش الضوء الأحمر الخلل هو المحرك من اللور لكن الضوء الأحمر لنا ردوا بالكم أو كاين خلل دخل الموتور من اللور داخل المحرك فبالنسبة لنا هذا ستن سيندروم ماهوش اون مالادي ان ماهوش مرض، ولهذا يدخل في هذا الطب الكلي نتاعنا اوليستيك اللي تاخذ كل الانسان بعين الاعتبار، ماهوش المرض وحده، يعني ماهيش سيمبتوماتيك، احنا ما نروحوش للسامبتوم للعلامه هذيك، هذا مرض القلب نعطوا له دواء، هذا مرض الكبد نعطوا له، احنا نعالجوا الانسان ككل، واستعمال القرنون والرشاد يدخل في اطار علاجات اخرى، تستعمل لتطرق لهذا المرض او لهذا السندروم فقضيه السرطان يجي الوقت ان شاء الله اللي نتكلموا عليها بدقه ونعطوا أه نصائح تطبيقية للناس إلا أن المشكل الكبير هو شفنا الناس ما يسمعوش عندما تكلمنا على اللحوم المسرطنة وطلبنا هذه قالتها المنظمة الدولية للصحة في العام اللي فات في شهر أكتوبر وطلبنا الناس بيسألونا على هذه ولا أحد يسأل فيبدو لي الناس ما رمش يسمعوا وما رمش يحبوا ينظروا لخطورة الأشياء اللي يأكلوها فعندنا الرشاد وعدنا حب الرشاد وقلنا بأن كل المغرب الكبير كل العالم العربي يعرف حب الرشاد أنا أمي كانت تعالج به العشاش كله يعرفه لكن النبتة تاعو العشبة تاعو هذه اللي هي الأخرى مختلفة على هذه لكن نفسه هذه احنا ما يعرفوهاش الناس يعرفوا حب الرشاد بصح الرشاد ما يعرفوا تقول واحد عندك رشاد يقول لك شنو هذا لكن حب الرشاد يعرفه فحب الرشاد هذا هو ممكن الانسان يستعمله ممكن نديروه في طبسي هكذا ونشمخوه شويه ونديروا شويه قطن فوقه وينبت عندما ينبت يدينا جرم كما راكم يجي هذاك النبته صغيره الجرم تاعو هذاك فيه فوائد كبيره جدا وحنا نشوفوا بين الرشاد هذا حب الرشاد آه شويه عنده آه لون احمر تشيني وهذاك اللون اللي فيه يعني لي بيتا كاروتين لي بيتا كاروتين هما اللي يعطونا من بعد لا فيتامين ا آه كما قلنا من قبل آه مليحه للعينين ومليحه للمناعه واشياء اخرى فحب الرشاد عنده تقريبا نفس الميزات ك كالقرنونش او الرشاد اللي تكلمنا عليه منذ بدايه هذه الحصه. كيف نستعمله؟ طبعا احنا قلنا ما فيش ادويه تاع الرشاد يقبضها الانسان يشتريها من عند الفارماسيان وواسيها لابد الانسان ياخذ حب الرشاد هذا وي ويستعملوا أه بالطرق الآتية أولا ممكن الإنسان يستعملو يطحنوا ده في آلة كاين آلات تطحن لك أي شيء وتخرج لك العصير تاعه هذا دو تتخ إكسبريم يعني كل ما يستعملوا الإنسان يستعملوا ثم ثم يطحنوا ويشربوا لخاطر للأكسدة فيه ودير مشاكل ممكن نستعملوه داخليا وخارجيا داخليا نستعملوه كوم كور دو ديزانتوكسيكاسيون بين حين الإنسان السموم اللي راهي متواجده فيه وعندما تروح السموم البشره تاع الانسان تصفى الجلد يصفى دونك يستعمل للتجميل ايضا فكيف نعملو نخرجوا هذا العصير ونستعمله تقريبا بين 60 و 150 غرام في النهار نطحنوه في, الاله هذه ونستعملوا العصير تاعو فممكن الانسان يستعمله وحده ولا يستعمله مع شويه عسل ولا حاجه اذا كان الذوق تاعو حار بزاف فممكن الانسان يستعمله لبضعه اسابيع الناس اللي عندهم البول محجر ما يقدروش يتبولوا مليح ممكن يستعملوا نص كاس من العصير تاع هذا القرنونش ويستعملوا نص كاس تاع زيت زيت الزيتون او زيت اللوز في اوروبا موجوده يخلطوا كل شيء ويشربوا هذا الصباح على الخوا قبل ما ما يبداوا الاكل فالشيء الاخر هو ممكن الانسان يغليه تغليه القرنونش هذا كيفاش نعمل تقريبا حفنه هكذا قسمه ترفد اليد نتاعنا ونزيدوا لها ثلاث حبات بصل زوج حبات زوج حبات لفت في ريت لما نغلوه لمده 20 دقيقه نار خفيفه ومن بعد ثلاث كيسان في النهار يقدر الانسان يستعمله للصلعه نفس الشيء ينحي ينحي العصير تاعو ويحك في الراس نتاعو يقوي الشعر من جهه اللي عنده شعر وممكن يساعد في الصرعه باه يعاود ينبت ويوقف الشعر اللي يكون راح ينزل اللي يكون راح يطيح سيكاتريزون عندما تكون عندنا جروح اللي ما تحبش تبرا اللي اسمهم لي بلياتون ممكن الانسان يدق شويه الاوراق هذه وي ويعملها يضمد بها الجرح هذاك ويخليها خاصه في الليل ممكن الانسان يزيد الكركم تكلمنا على غبره الكركم ممكن يزيدها معه ويخليها لي كامل هذا القوه نتاع القانونش هذا او الرشاد موجود هي تكمن في الكبريت نتاعو هذا خاصه والكبريت هذا موجود قلنا في الكرنبيت موجود في الرادي موجود في البروكولي موجود في اللفت وممكن يساعد كثير في قضايا الكبد قضايا المعده المصران الجهاز التنفسي والمفاصل فيه بعض التحذيرات الانسان ياخذها بعين الاعتبار يقولوا بان القرنونش والاخرين تاع عائله البراسيكا ولا الكريسيفير ينقصوا من مفعول الغده الدرقيه فممكن الانسان يحاول يتفادى هذا اذا كان عنده هذا المشكل الشيء الثاني هو اذا كان الانسان ياخذ ديزان زانالجيزي كما الباراسيتامول ولا لاسيتو مينوفان يحاول ما ياكلش منه كثير التحذير الثالث هو بعض الناس عندهم المعده تاعهم شويه فراجيل ما يتحملوش فيشوفوا ياكلوا قد ما يقدروا ويشوفوا اذا يساعدهم ولا لا. التحذير الرابع هو القرنوش هذا تاع الخلا موجود قدام الويدان قدام الانهار وممكن يكون متلوث بال الروث البقر وتاع الاخر وممكن هذا يعطينا لا دوف دو فوا اللي هي ديرنا مشكل في الكبد فالانسان اذا جابوا من الخلا يغسلوا مليح ممكن الانسان يستعملوا في البيت أه ممكن هنا نشوفوا مزارع كبيره أه من يزرعوه المزارعين المزارعين في المغرب العربي ممكن ينتبهوا لهذا نشوفوا في افريقيا ايضا ولكن نقدروا نعملوه في بيتنا هذا الصوره اللي راكم تشوفوا فيها الان خذيتها اليوم الصباح من أه في المكان اللي فيه هذا يقدر الانسان يديروا في شويه ما هكذا ويدير له شويه تراب ويدير عرف صغير من هذا راح يكبر ويولي حاجه كبيره كما راكم تشوفوا عندنا هذا كاع كل هذا من الحديقه نتاعي الصور هذه خذيتها اليوم في الصباح نقدروا نديروه في قرعه نقدروا نديروه في طبسي في قدره غير نديروا له الماء وشويه تراب نقدروا نديروا حتى في السطح هنايا ممكن جدا، ونقدروا نعملوا له الجرم هادو نبتوه عندما ينبت، آه نديروه في الشلاظه، نديروه في في البيون، نديروه في الشوربه، هذا نشوفوا الربطات اللي نشرهم من السوق، هكذا نعملوا بها شلاظه، نعملوا بها آه عصير نعملوا بها شربة جرب مع المقارون مع الجوازات وهذه فوائد قوية جدا ممكن الإنسان يستعملها فإن شاء الله راكم استفدتم من هذا ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته